باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم المؤلف عقد هذا الباب حتى تطبق التوحيد حتى عند من ظلمك، لأن الآن التوحيد كان في حال السراء، الآن يريد يبين لك التوحيد في ماذا؟ في حال الشدة. لا تنقض عهد الله إذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا تجعل، إن ممكن إن هذا ظالم، هذا متعدي، هذا محارب، صح؟ لكن تفي بالعهود ولا بد. لماذا؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فأراد والله أعلم أن يبين أننا لابد نفي بعهد الله الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وأراد أن نفي بالعهود مع الكفار، مع أننا هم أعداء لنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار مكة في الحديبية. عمر رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما نعطي الدنيئة في ديننا؟ ثم بعد أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى أحد إلا لأبي بكر. لماذا؟ لأنه يعرف فضل الصديق. وسبحان الله، أجابه الصديق بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه رسول الله وإنه على الحق فاستمسك بغرزه. يعني المكان الذي يمشي به النبي صلى الله عليه وسلم لا تمشي إلا فيه، وكان كل الخير في صلح الحديبية. إذا حتى وإن كان ظلمك الكفار، تعدوا عليك، لا تتعدى على حقوق الله، لأن الله أمر بماذا؟ بعدم نقض العهود، إلا إذا نقضوا العهد هم الذين نقضوا. وهذا سيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى. نعم.